طب ولا ابن راح خالص لنا تاني النهارده الكنيسة بتحتفل بعيد قديس كبير فيها اللي هو القديس أنبابولا أو السواح اثنين أمشير. واحنا مفروض طبعا نعيد للأنبابولا ومش فكرة وخصوصا كمان أنبابولا اسكندراني فاحنا متعصبين ليه شوية. أنبابولا قصته بسيطة وصغيرة كده رمطوطة أوي قصة يعني أحسن واحد مؤرخ ما قدرش يكتبها في أكثر من صفحتين لكن ساعات مش مهمة في الكمية يعني مش مهم أنت تقرا كتير. رحلة الأنبابولا وسيرته وعظمتها وقوتها ما تتكتبش في كتب أبدا فعشان كده ما تتكتبش في أكثر من صفحتين. ناس كتير كتبت عنه القديس يورون كتب عنه والأنبابولا مش كاتب نفسه وقال لأثناسيوس الرسول عنه. قصته بسيطة جدا. كان هو وأخوه اتخانقوا مع بعض على المراس. أخوه اسمه بطرس وهو اسمه بولس أخوه كبير أثر شوية في الكنيسة قال له مش سايبك غير عند القاضي رايحين للقاضي قاضي كل القصر. فلقوا جنازة بتاعة راجل غني جدا في اسكندرية فسأل الراجل قال له ايه جنازة سأل الناس جنازة مين قال له تسوى الراجل المليونير ده مثلا يعني الراجل الغني يعني في تعبير ايامهم ما طلعش غير بالكفن اللي عليه ما خدش حق ولا مليون من الاموال بتحصل الجيش. قال له يا سلام ولا مليون. قال له طلع عريان ودولك بالكفن اللي هو متكفن بيه. قال طب ما انا هفلح كده. قال له اخويا يلا روح بالسلامة وانا مش زعلان وايه وانا حاسس ما انا هسيب الفلوس سايبها سايبها. ما اعرفش حاجة عن سيرته فيما بعد اكثر من أنبابولا في اواخر حياته. فكر ان هو الشخص الوحيد اللي سكن في البرية فالملاك قال له لا ده في واحد ساكن في البرية الشرقية الداخلية على مسيرة يوم منك باقي الارض ما لا تستحق وقف قدمي. وقال له ان هذا الرجل بصلواته الله بيرجع عن العالم وبصلواته بينزل المطر وبصلواته بترتفع مياه النيل وده جوه بعيد عنك. طبعا اما كان يستاء جدا ان هو يروح يشوف الراجل ده اللي بيتكلم عنه اللي كلمه الملاك عنه. فمشي مسيرة يوم وأول ما قبله سجد البعض وكان في غراب بيجيب له كل يوم نصف رغيف ياكله يجيب للأنبابولا. كان قاعد عند عين ميه والغراب كل يوم يجيب له نصف رغيف وياكله. ففي اليوم ده جاب له رغيف كامل. فالأنبابولا قال له بحق انا ادركت ان انت رجل الله لان الغراب جاب لي النهارده رغيف وهو متعود يجيب لي. وبعدين اخبره بقرب يحكي وقال له ابعث هات لي الثوب اللي اداه اثناسيوس الرسول الملك قسطنطين لاثناسيوس الرسول اللي هو كان في الوقت ده البطرس بتاع اسكندرية. وده طبعا كان صديق انطونيوس او انطونيوس ابو الروح يعني.
فراح جاب الايه البدلة دي عشان يكفنوا فيها، فلقاه مات. وبعدين اخدوا ودفنوا، بيقولوا ان في اسدين جم فحروا له الايه الحتة اللي هيدفن فيها بعد ما كفنوا، واخد الثوب الريش اللي كان لابسه، والبطرك بقى يلبسه في كل يلبسه مرتين في السنة ولا مرة مش عارف مش فاكر. ولما راح واخبر اثناسيوس باللي حصل، رجع يدور على القبر بتاعه فما لقوهوش، فقالوا سمع صوت بيقول لهم ما تتعبوش نفسكم لان انتم مش هتلاقوه جسدي. ولغايه دلوقتي ما نعرفش جسد الانبابولا فين، ولو انه طبعا رهبان من دير الانبابولا يقول لك ده عندنا في الدير، لكن طبعا التاريخ بيقول ان هم ما عرفوش جسده فين. دي قصته. لكن انطونيوس كتب السيره بتاعته وداها لاثناسيوس، سيرة الصغنطوطة دي ولا دي سيرة كبيرة؟ يعني مش قصة كبيرة، يعني ما اعرفش يعني اعماله العظيمة ايه في المجتمع ولا مسكياته ايه، لكن الكنيسة هيتخصم اول السواح، الناس اللي هم متمسكين للدرجة ان احنا ما عملوش اعمال، يعني ما بنوش كنيسة حلوة كده، ما بنوش مدرسة، ما بنوش مستشفى، ما وعظوش كتير، لكن شاركوا في العالم ريحة او ريحة المسيح الزكية عشان العالم يشمها عبر الاجيال. وحتظل قدام عينينا قصة بولس او الانبا بولا في خروجه من العالم، وازاي هو احتقر الخناقة اللي بينه وبين اخوه على ايه، وقال ان كل حاجة في العالم ملهاش قيمة ابدا 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 غير ان انا ايه امضي حياتي مع المسيح في بركة الارض دي. احنا موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا، ازاي يتحول هذا الانسان الترابي الفاسد اللي هو انا وانت، ازاي نتحول وسلام بتحول الانسان الان يتحول الانسان من انسان فاسد ترابي الى قديس تتبارك بيه الارض. يعني ازاي البركة بتاعت المسيح توصل للعالم؟ ازاي؟ بتأليف الكتب وما اكثر الكتب، بالكتر الكلام ما اكثر الكلام. على رأيي قال ان باكرولوس الله يناح نفسه كان دايما يقول انت مليت الدنيا كلام، انما كانت الناس تقول تركم حاجة احنا مش عارفينها في الحقيقة اسمها البركة. اسمها الايه؟ البركة. وانت لما بتقول لواحد اديني بركة او عاوز اخد من الحكاية دي بركة، تقصد حاجة كده فيها سر مصري كده، يعني حاجة من عند ربنا بركة. صحيح الكاهن بيدي بركة والقصة بيدي بركة والبطرك بيدي بركة، يعني الكاهن بيدي بركة لانه واخد حاجة من ربنا، مش لان هو في حد ذاته كويس يعني، لكن الكاهن من حقه يبارك ويقول السلام لجميعكم ويعطي السلام للشعب والبركة، لان هو واخد من ربنا البركة دي، واخد وظيفته يوزع بركة من ربنا، دي وظيفة. يعني احنا موظفين عند ربنا بنوزع البركات بتاع ربنا، لكن في ناس عاشوا هم حياتهم كانت بركة. ده فهمت تاني بقى زي ابونا ابراهيم يقول له كده، يقول له وتكون بركة، يعني مش انت هتدي بركة، انت نفسك هتبقى ايه بركة، وبنفسك يتبارك جميع ليه الان. انت ابراهيم كده على بعضك، ودي حاجة طبعا دلوقتي ما مش عايزين نعللها، يعني انا قصدي عنها ان انا نعرف حاجة من ابراهيم لما يروح حتى الحتة دي تحصل لها البركة، بركة في الغنم، بركة في العيلة بتاعته، بركة في الناس اللي حواليه، وبركة في الأرض كلها، وبركة للأجيال اللي جاية بعدها.
بركة سلام. وسلام على الانسان لو ربنا اشتغل فيه وتحول من سواي التراب ما يسويش يكون مليون كتير حتى شوية التراب حسن التراب يعني اخدها بنعمتي بين حسن التراب وتحول من سواي التراب ما لهمش قيمة لبركة. شوف مثلا لما يروحوا الناس يقولوا احنا رايحين ناخد بركة من جسد الانبا بشوي الانبا بشوي لسه الوقت دلوقتي تجيب ببركة قال اه كده نحط ايدينا عليه ناخد بركة ويروحوا الناس قصدين ياخدوا بركة ويرجعوا واخدين بركة ايه ده اخوه اذا بقى مخزن بركة قال اه هو بقى بركة كده. هو ده اللي حصل في حياة القديسين ودي الحتة اللي بتميز المسيحية عن الفلسفات الدنيا الثانية والديانات الثانية. الديانات الثانية استثارة في اليقنع وكان في ناس في الفلسفة اليونانية زمان ايام اليونانيين اسمهم السوفسطائيين. حتى دلوقتي لما واحد يقول لك يعمل فلسفة السوفسطائيين دول كان عندهم قدرة عجيبة كده وجيبة كده يقول لك انا هقنعك من دلوقتي هو ان مثلا اي قول اي قضية ان في ربنا يقنعك تمام 100% ان في ربنا يقول لك اقتنعت تقول لك اقتنعت 100% وبعد خمس يقول لك طب اسمع بقى انا هقنعك دلوقتي ان مفيش ربنا ليه السوفسطائيين كانوا اعتبروها قدرة على ان هو يقنع بالشيء وضده في نفس الايه في الوقت. اذا المسألة مش مسألة كلام لان السوفسطائيين كانوا احسن ناس يعرفوا ايه ويتكلموا فالكلام في الواقع كان كلام هو كلام في الهواء لكن البركة تترك اثرها وتنتشر في الارض وتبقى حاجة اللي فيه خالص بركة وسلام. في حاجات كتيرة في الكنيسة احنا من بنقف قدامه كده نتبارك منها وتيجي قدام ايقونة العذراء تيجي اخد بركة من شخص العذراء العذراء دي لكت لا وعظة مشهورة ولا حتى وعيني كانت من الرسل حتى بشرت لا في افريقيا ولا في اسكندرية ولا في روما ولا في الحتت دي لكن كانت بركة للسلامية كانوا ياخدوا منها البركة لغاية النهاردة الارض العذراء بركة تلاقي عرس قناة الجليل تحصل البركة للعرس وتبارك العرس تروح الحتة دي يحصل بركة هنا يحصل بركة دي حاجة اسمها البركة دي. النهاردة احنا بندور على البركة يوم الناس يقول لك يا اختي الايام دي كل حاجة فيها كتير بس في حاجة اسمها قلة الايه البركة حتى يتكلموا على الفلوس يقول لك اتعصرتك بقى فيها قلة بركة هم بيعبروا عن حاجة ثانية ان مفيش بركة فعلا يقول لك مثلا مفيش محبة في البيت بين الاخ واخوه مفيش بركة يا اخويا يطلع الولد الصغير يتغالب ويعمل فسفسة ويتناقش وده اصغر عيل حتى في الكنيسة يعرف عن ربنا احسن من يعرف لكن مفيش بركة الناس تعرف كتير عن ربنا لكن في حياتهم كده مفيش بركة. امال ايه البركة دي؟ اهو ده اللغز بتاع المسيحية يقول لك مرة يتكلم عنها بولس الرسول يقول ايه انتم رائحة المسيح ليه بالذكية يعني كده تطلع منكم ريحة انا اعرف مثلا ان الورد والياسمين والحاجات دي تطلع منها ريحة انت تقول دي ريحة ياسمين لا دي ريحة ورد بلدي دي ريحة انا في حاجة اسمها ريحة المسيح الاسد ده انت بتطلع ريحة من المسيحيين لدرجة الريحة دي بتبقى ريحة اجبارية يعني مش بمزاجك تقول اشمها ولا ما اشمهاش مادام جيت في وسط المسيحيين ولازم تشم ريحتهم حاجة عجيبة. وفي حاجة تانية اسمها يرى الناس اعمالكم الصالحة ويمجدوا اباكم الايه اللي في السماء يلاقوا الناس هي العمل بتاعنا العمل بتاع المسيح. الموضوع عاوز مراجعة كتير ايه جرى النهاردة لينا ايه جرى للكنيسة بالكنيسة دي محطوطة في العالم. ومرة كان كنت بكلمكم عن مسؤولية الكنيسة فوق للعالم فاكرين الموضوع ده كنت بقول لكم الكنيسة مسؤولة حتى عن المية بتاعت النيل ومسؤولة حتى عن الهواء ومسؤولة حتى عن الزرع ومسؤولة عن وعن وعن كل حاجة عن المرضى والأمواس اللي راح السماء اللي لسه عايشين على الأرض وتصلي لده وتصلي لده وتصلي لده ومسؤولة عن الفقير والغني ومسؤولة عن الشاب والأحداث قدمهم الذين للشيوخ يا رب ايه فهم لهم طريقهم حاجات كده تبص تلاقي الكنيسة دي منجوبة ربنا على الأرض فمفروض تبارك العالم.
وبعدين المسيح يقول انتوا كمان نور العالم. هذه حاجة جديدة كمان. يعني احنا الملح على الارض واحنا النور واحنا الريحة. والعمل بتاعنا عمل المسيح. وبعدين تقول لي ايه حكاية الانبابولة ده؟ الانبابولة ده عبارة عن اسميه مش عارف. ممكن اسميه انجيل انجيل بحاله. انجيل معلن للعالم. ما هو احسن لما المسيح يقول اسهروا كل حين ويصلوا كل حين ويتملوا وعظك وعظه. انا شخصا ما بسهرش كل حين يبقى بوعظ وعظ كذب. لكن النهارده لما اقول لك على الانبابوله السايح ده اللي كان بيفكر في ربنا ليل ونهار يقعد بوعظك وعظه عمليه حقيقي ما فيهاش كذب دي وعظه صدق. لما اقول لك على الانسان يترك كل امواله ويمشي ورا ربنا انا ما تركتش ومشيت ورا ربنا. لكن لما اقول لك الان منطنيس تقول اه ده الانجيل ده. فالناس دول سابونا انجيل. لما اقول لك الواحد يحب ربنا اكتر من نفسه انا ما جربتش ان انا اموت من اجل المسيح لكن اهو قدامك ما رجرجش اهو. فايش تلاقي القديسين دول في مجموعهم كده كونوا حاجه اسمها الانجيل المعلن. المعلن. الانجيل المعلن. تقول لي لا يا ابونا ده احنا مسجد في انجيل. واحنا كل واحد مننا هنا وانت شايف بكل اجتماع يبعتوا لي ورقه في اخر الاجتماع يقول نبه في انجيل بيتباع عند البائع بسعر مخفض. قال لك لا ده في انجيل ثاني قال عنه بولس الرسول في رساله الكورنثوس قال عنه الانجيل المكتوم. المكتوم. ده في انجيل اسمه الانجيل المعلن وفي الانجيل اسم الانجيل المكتوم. وده اللي هكلمك عنه باختصار وببساطه كده في رساله بولس الرسول الثانيه لاهل كورنث. بيقول لك كده ولكن ان كان انجيلنا ده الانجيل بتاع بولس يعني اعتقد بولس الرسول ما كانش مهم معاه انجيل مكتوب لكن كان بيعايش الانجيل يعني بيبشر بالانجيل. والانجيل اللي عند بولس الرسول هو البشاره بالخلاص بتاع المسيح. ان كان انجيلنا مكتوم فهو مكتوم في الهالكين الذين فيهم الى هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم اناره الانجيل. الانجيل بينور لكن ممكن يتكتم. لان ممكن اي لو في شمعه منوره وتجيب عليها مكيال تكتمها. تقول لي طب ما الشمعه منوره لكن اقول لك مش منوره للناس. هي منوره في طبيعتها لكن هي الناس مش شايفه فيها نور. فده اسم الانجيل المكتوم. لئلا تضيء لهم اناره انجيل مجد المسيح الذي هو صوره الله. اننا نكرز بانفسنا اننا لسنا نكرز بانفسنا. واخد بالك مش احنا مش المسيحيين مش هم انفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ولكن بانفسنا عبيدا لكم من اجل يسوع. احنا مسيح خدامين في الكنيسه دولت الايه الخدام. لكن مش هم موضوع الموضوع. الموضوع ان في نور. النور اللي هو بتاع الانجيل. لان الذي قال ان يشرق نور من ظلمه. انت عارف الايه دي موجوده فين؟ في سفر التكوين طبعا. ربنا قال للنور ليكن ايه؟ نور. كانت الدنيا قبلها ايه؟ ظلمه. الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو ده ربنا الذي اشرق في قلوبنا لنعرف معرفه الله مجد الله في وجه يسوع المسيح. لما جه يسوع المسيح فينا هو النور الحقيقي فحصلت ان حياتنا نورت زي ربنا زمان ما قال ايه؟ واخد بالك؟ يشرق نور من ايه؟ من ظلمه. يعني مر زمان ربنا كانت الدنيا ظلمه قال ليكن ايه؟ نور. فربنا برضه جه لواحد زي حالاتي زي حالاتك ظلمه كده هو قاعدين جه جايب ارسل يسوع المسيح سكن فينا بدون فجاه طلع ايه نور قال له ياكل نور فطلع نور. هذا النور ده مش مننا ده اصلا في ظلمه
الذي قال ان يفرق نور من ظلمة هو اللي نور ايه الحواس بتاعتنا. واخد بالك هو ده ايه الانجيل بيتكتم ازاي بيعلن ازاي الناس دول. فالانجيل موجود موجود سامعة موجودة لكن في عصر من العصور كانت الاكسجين حولها كتير وكانت منورة كانت حياة المؤمنين كلها ايه منورة وبيعمل بقى مقارنة لطيفة جدا بيقول لك على الانجيل المعلن مثل المكتوم بيقول لك ولكن لنا هذا الكنز الانجيل ده في اوان فلسفية في اوان ايه فلسفية ليكن فضل القوة لله لا منا مكتئبين في كل شيء طبعا شكلنا مكتئبين مال يعني هيدونا كرامة في العالم لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين مضطهدين لكن غير مطروحين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتة يسوع لكي تسهر حياة يسوع في جسدنا الايه ايضا في جسد حاملين كل حين إماتة يسوع يعني الناس اللي ايه قالت هنقاوم الخطية حتى الموت دولت حاملين في الجسد إماتة ايه يسوع فكل شوية عمال تظهر فيهم حياة ايه يسوع في الجسد بتاعهم ده هم وضعوا في قلبهم ان هم يقاوموا الخطية حتى الدم حتى الموت فكل ما بيموتوا عن الخطية كل ما الحياة بتجد فيهم اكثر هذا طبعا دوت احنا نتكلم دلوقتي في اسرار ما عرفش نتكلمها بره الكنيسة ان الموت يدب في حياتنا الموت مقتنين انفسنا الحياة تدب فينا الضيق يجي لينا والحزن من اجل الخطية الفرح يدب في حياتنا الحيرة واليأس لان العالم الحيرة والضيق يجينا من بره لكن في يأس لكن دايما الرجاء يملى ايه يملى حياتنا بولس الرسول في رسالة الكورنثوس بيتكلم عن شخصية الانسان اللي بيتحول بسرعة الى انجيل مضيء للعالم من اجل حياة الداخلية هو بيقول كده هي دي حياة الانبابولة اذا نحن عاملون معه مع مين مع ربنا يعني اشتغل معاه ده تعبير مش معقول نحن عاملون معه ازاي ده اللي انا ادم بيشتغل مع ربنا قال هي دي النعمة يا اولاد يا اخوتي شوفوا قد ايه الغنى اللي معطى لنا كمسيحيين يا خسارة ده انا بشتغل مع ربنا الله انا بفتكر مثلا بشتغل مع فلان دي ولا فلان باشا ولا فلان الوزير ولا فلان بشتغل مع ابونا فلان ولا الاسقف الفلاني ولا لا ده بشتغل مع ربنا عاملين معه ويرضى ربنا يشغل واحد تافه زي معاه قال يشغل اقل واحد طب عاوز يشتغل مع ربنا يشغله معاه عجيب الان وقت مقبول الان يوم خلاص بس ما نجع العصر في شيء فده بيشتغل مع ربنا ايه بل في كل شيء نجهر انفسنا كخدام الله احنا قلنا ان احنا اواني فلسفية لكي يكون فضل القوة لله ايه لمن طيب احنا دلوقتي اتفقنا حسب عقدتنا في كنيستنا ان احنا بين معموديتنا وبمسحة الميرون اخذنا الروح القدس وسكن فينا وبالتناول اخذنا جسد ربنا ودمنا طيب احنا عاوزين بقى الانجيل ده ايه يتفجر بقى فينا كده طب ما يهوذا المسكين اخذ جسد المسيح فلما اخذ اللقمة دخله الايه كخدام الله في صبر كثير صبر في صبر كثير هو في حاجة النهاردة نقصانة غير الصبر ده الواحد النهاردة عاوز يشتغل بسرعة لان ربنا بطيء في الشغل يعني احنا دلوقتي بناخد على ربنا ان هو بطيء
ده ايه طولك البال بتاعت ربنا ده. هو ربنا النهاردة كان لازم يوضب الحاجات دي كده بسرعة. او احنا بسرعة بقى ايه نوضب بدل ربنا. طيب نبتدي نوضب نلخبط. عاوزين المظهرية، عاوزين الشكلية، عاوزين نعمل ونخلي ونسوي. يحصل ايه من الجيل بتاع ربنا يتكتم. لان في ذات عاوزة تشتغل. في صبر كثير. صبر. تقول طيب يا ابونا ما احنا صابرين. اقول لك لا يا عمي. صابرين ايه? ما انت بتصلي يوم ولا يومين ولا تحضر الدرس الدين. تقول انا صليت. وانا اقول لك انا ايه انا بقالي كذا سنة قسيس بعمل حديث وصابر وبتاع. لا بدوكم صبروا الى المنتهى. بقول لك انا بقالي 60-70 سنة ولا 60 سنة مش عارف. لم ارى وجه انسان. ده صبر ده. ده اسمه صبر. لكن احنا صبرنا قد ايه? احنا صبرنا قد ايه? وترجينا وجه ربنا قد ايه وصبرنا. احنا صبرنا قد ايه في صلواتنا وفي جهادنا. احنا صبرنا قد ايه من اجل المسيح. احنا صبرنا قد ايه فهمني في صبر. انا يا ريت انت تحفظهم وانا احفظهم معاك النقط اللي هقولها ديت. هما سطرين اثنين ثلاث اسطر. في صبر كثير. زائد في شدائد في ضرورات في بقات. في ضربات في سجون في اضطرابات في اتعاب. كل دول على بعض كده. ضرورات وضيقات واتعاب واضطرابات واسهر. مش متجمر بيشتكي لكن ايه في صبر كثير في وسط كل الحاجات دي. طبعا دي كنيسة المسيح. طبعا النهاردة مش معقول. الكنيسة بتاعت المسيح لما مرت في ايام الشهداء وفي ايام الضيقات ديت صبرت كتير. لكن لا احنا النهارده ما نصبرش. فاحنا ايه? الضيق دلوقتي احنا اقول لك لا كل حاجة تحصل لكن اوعى يجي الضيق من ناحية الكنيسة. ليه? لان احنا نفسنا كنيسة من غير ضيق. فتربى فينا الخوف والجبن وخايفين يعني لان عاوزين كنيسة كده عايشة بدون ضيق. في اسهار. ده راجل كان بيسهر. عمال تبان ريحة المسيح ازاي والنور اللي فيه نور. في اسهار. في اصوات. الكنيسة بتاعتنا حلوة. حلوة جدا صدقني. ادي جاي اسلام يونان قريب اهو يوم كان 20. يوم 20. يعني يوم الاثنين اللي بعد الجاي. ولا الاثنين اللي بعد الجاي على طول. بكرة 10 ويوم 20. 3 ايام كده. شوف منظر العيال كده هم طالعين من مدارسهم. ما كانوش من الصف جايين يحضر القداس اللي بيطلع على 3:30 ولا 3 ولا بعد كده. ايام لذيذة وحلوة. وكل واحد يقول يا سلام. يا سلام لما الكنيسة كده تصلي بقلب واحد وتصوم. تصوم وتصلي بقلب واحد. يا سلام على ايام يونان دي ولذتها. وراها يجي الصيام الكبير. في اسهار في اسوام. واحد يقول لك لا يا عمي ما اصل انت مش عارف ابونا اصل احنا دلوقتي طلبة وبنذاكر. طيب طلبة وبنذاكر لكن شباب برضه. ما هو لازم تذكر خالقك مش قلنا كده المرة اللي فاتت في ايام ايه? شبابك احسن بعدين يجي وقت تعجز وبعدين تقول لا انا ما اقدرش اصوم وانا كبير دلوقتي كنت اقدر اصوم وانا صغير وانا شاب. اصل دلوقتي ظروف كده. وبعد ما تتخرج هتيجي ظروف تانية مش هتخليك تصوم ولا اصل في الجيش. وبعد ما تخلص ظروف الجيش اصل بشتغل في حتة في الوادي الجديد صعب اوي الواحد يلاقي فيه اكل الصيام. الى اخره. انما دول ناس لهم رسالة. عرفهم ان
سراج الجسد هو العين، فالجسد ده له سراج لازم ينور، والصوم يعطي طهارة للجسد واستنارة ونعمة. فما كانوش غصبا عنهم ماشيين في الصوم، لكن كان كل همهم ان يظهر نور المسيح في حياتهم وريحة المسيح. ما علموش بالكلام لكن اختبروا المسيح في حياتهم، في طهارة، في اسهار، في اصوام، في طهارة. في طهارة؟ ايوه في طهارة. والطهارة دي تخلي المسيح اللي فيا ينور. قال طب اجيبها منين الطهارة دي واحنا عارفين قد ايه العالم محاصرنا من بره؟ لكن يا رب يسوع عنا كلنا عشان نعيش في طهارة. الطهارة مش من طبعنا، الطهارة مش من طبعنا، الطهارة من طبيعة ربنا، بس لان هو قدوس. وقدوس يعني طاهر، لان كلمة اثواب ملهاش غير كلمة واحدة يعني قدوس. ولما اقول طاهر برضو بالقبط يعني اثواب. احنا في العربي بنقول ايه؟ طاهر ومقدس. ما فيش في القبط كده او قدوس وطاهر، لا فيش، كلمة واحدة بس، القداسة عن الطهارة. فالطهارة من طبع ربنا، عشان كده في القداس بتاعنا نقول وطهرنا بروحه الايه؟ القدوس. لكن الروح القدوس الطاهر ده لازم يعمل في حياتي وفي جسدي الشهواني للصوم والصلاة والجهاد وعشق الطهارة. انا بكلمك برضو وعظ، لان الناس اللي عاشوا في الطهارة دولت عاشوها فعلا، مش بالكلام لكن عاشوها، لان ريحتها طلعت منهم في اصوامهم، في صلواتهم، في اسهارهم. كانت الريحة طالعة، منظرهم وشكلهم وريحتها طالعة منهم. ودول تعلمونا بالايه؟ بالحياة. وهي مأساة المسيحية الايام دي، ان هي محتاجة الى ناس يحيوها، مش لناس يعلموها. لان مشكلة المسيحية ان هي حياة، والكنيسة الاولى عاشت حياة، عاشت حياة. ولكن صدقني عزيزي، لو كنت انت اصغر واحد قاعد في الاجتماع النهاردة، تستطيع ان تقدم للمسيح وللكنيسة حياتك، فتبقى قدمت احسن من كل الموجودين، احسن من اللي بانوا حتى كاتدرائيات، لو قدمت حياتك. لان النهاردة المسيح عاوز انجيل معلن ومنور، مش عاوز انجيل مكتوم. الروح القدس يقول ليه انا اتكتم في الكنيسة؟ ليه انا جاي عشان اطهر وعشان انور في طهارة؟ يا سلام على سيرة يوسف الصديق وطهارته. لما نحكيها كده بنقول يوسف دخل في الاوضة مع امرأة فتيفار وقال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. بس القصة خلصت على كده، قال دي كلها قصة يوسف الصديق. ودي تحط فين يوسف الصديق؟ قال تحطه في درجة الطهارة والقديسين الاطهار. بس قال كده، ما عملش حاجة. احنا ما نعرفش عن قصة يوسف الصديق غير كلمتين، ان هو قال لمراته فتيفار الكلمتين دول، وانتصر على الخطية، قال وانتصر على الخطية، واترمى في السجن، واترمى في السجن، ده جزاء الطهارة. وربنا اختاره قال ومجده وخلاه رمز للمسيح، ده يوسف الطاهر. وكل من في اجتماع شبان احكي لهم قصة يوسف الايه؟ الصديق. ما عندناش غيرها، قال لك كده يوسف الصديق. وكانوا ابائنا القديسين عاشوا في حياة طهارة. بكرة السنكسار بتاع بكرة اللي هي عشيته الليلة بتاع واحد اسمه بطرس العابد، ده كان راهب عايش في مغارة. راحت له امرأة شريرة. يذكر المغارات زمان كانت قريبة من البلاد، يعني كانت في الاديرة بالمنظر الحالي دلوقتي،
كان واحد مثلا شاب حب يعيش عيشة متوحدة، يبني له مغارة مثلا على طرف اسكندرية عند المكس كده، عند الدخيلة، اي حتة كده عند الملاحات بتاع، ويقعد فيه بس. وكانت اسكندرية زمان كده لها ايه، لها ابواب، حتى لسه مش قالك باب شرقي، اه ده الباب الشرقي بتاع الايه بتاع اسكندرية. وكان في غفير بالليل يقف على باب شرقي كده ويقفل الباب بالليل. وكان في باب ايه كمان، باب سدرة، ها، والباب الجديد الاسكندراني اعرفه طبعا. فكان في باب الاسكندرية، الباب دي كانت تتقفل بالليل. لو واحد عاوز يعيش كده يجي بره كده تريح السور بره، يجيله خص كده يقعد فيه. ما تلاقي حدود اسكندرية عند كراكون باب شرقي الحتة دي. عشان كده يقال ان ماري مرقص لما قالوا جروه في دار البقر مطرح الحتة اللي فيها الشاب وسان مارك الحتة دي كده، كانت دي كلها بره بره اسكندرية مراعي للبقر. فأي واحد دي فطلعت له واحدة ست مالها مزاكها كده، كانت شريرة قوي، قالت لما اروح اعاكس الراجل اللي قاعد العابد ده اللي قاعد في الخصة بتاعته واسكت في الخطايا. فقعد كده الاسرار يغوي الحاجات، فراح قاعد يكلمها عن الحياة الابدية وعن النار وجهنم، وان الانسان لو فقد طهارته وفقد ابديته، لان انت اخدت ايه يعني من شهوة زائلة بعد شوية. المهم قدم للكنيسة سيرة حلوة ان الست دي راحت وثابت واعترفت ورجعت عن سنها وعاشت قديسة من الاديسين اللي في الكنيسة. ده الاديس بتاع بكرة، الكنيسة كانت بشرته في السنة كتار كلمتين صغيرين كده نص صفحة، لكن هو مثلا بالطهارة، في طهارة، في علم يعني لا هدف استهالة. العلم في الواقع احبائي في علم من ربنا، ويقول كده يكون الجميع متعلمين من الله. في علم صدقني المسيح الحقيقي بيبقى متعلم، وطبيعة العلم انه ينور، بتقول العلم نور، فالعلم اللي ما ينورش ما بقاش علم. ده في علم في العالم اسمه العلم الكاذب الاسم، بيقول عنه الكتاب المقدس كده. ده في علم ساعات يفسد مخ الواحد، علمه حاجات وحشة مش عارف ايه، يسموه علم، هو لا علم ولا حي. لكن العلم بتاع ربنا، اسأل كده، اسأل أبائنا القديسين يطلعوا من صغرهم يروح الكتاب، داخل الكتاب يتعلموا يحفظوا المزامير. المزامير دلوقتي اللي بيحفظها راهب يعني، كبير راهب كبير بقى. لا زمان كانوا العيال يحفظوا المزامير، بيتعلموا بقى في الكنيسة. علم ولا مش علم؟ ده انا دلوقتي النهارده ما بعرفش اصلي الاجبيال، انا مش حافظ الاجبيال، ساعات ابقى تعبان مش عيني مش قادر اشوف كويس، يبقى خلاص ما اعرفش الاجبيال. بقم الليل حافظين المزامير، كانت الكنيسه متعلمه من ربنا من الانجيل. يقول لك مثلا القديس الفلاني ده كان حافظ سفر ارميه كله، القديس الفلاني ده كان حافظ سفر اشعياء كله، والقديس الفلاني ده كان حافظ رسائل بولس الرسول. ده علم، علم في الكتاب المقدس. وكان ربنا يدي استمارة روحية عجيبة جدا. ولما الملكة سألت القديس جيروم اظن انا بنسى شوية، قالت له اكتب لي حاجة عن الروح القدس، فقعد يدور في الكتابات بتاعت الاباء، لقى كتابات لديموس الضرير، واحد كان مدير الكلية الاكليركية بس ما كانش بيشوف، قال لها كده ان انا ما رأيتش في حياتي، ما سمعتش كلام حلو عن الروح القدس زي اللي كتبه هذا الانسان الضرير، لاني متعلم من الله، والله اداله استمارة روحية اكتر من كل الناس المفتحين. في علم
ولما يقولوا اللقباط كلمة قبط زمان يعني عالم. ليه بقى؟ مدرسة في اسكندرية اسمها مدرسة اسكندرية تطلع الدسين علماء متعلمين بالروح، ياخدوا العلم من ربنا من الانجيل بالسهر والصوم والصلاة، يطلع اوريجانس يروح يعلم اللي في فلسطين، ومدرسة اسكندرية دي كانت تعلم المسكونة كلها، واثار العلم بتاع الاباء بتاعنا وصل للعالم كله. وقالوا كده في المجمع المسكون الاول، قالوا ان المطرق بتاع اسكندرية اللي هو كان بابا الكسندر بعدين جه بعديه اثناسيوس، هو اللي عليه يحدد معاد عيد القيامة ويبلغوا الكنائس العالم ويبعت لهم رسائل رسالة. فبقى اللي يجيس اثناسيوس كل سنة يحدد المعاد ويبعت الرسالة الفصحية بتاعته لبطاركة العالم كلها. لكن انا مش اتكلم عن مستوى ده، خلينا على مستوانا في علم. هل احنا يا اخوتي محبين لكلمة ربنا ولدراستها، ولا بس بنيجي نسمع وعظة كده هوت؟ لا، انا يهمني ان انت تكون الكتاب المقدس بتاعك تخش جواك كده هوت وتاخد منه وتتعلم. وما يصحش ابدا تخلص دراستك في الجامعة وانت لسه تقول العهد القديم ده فهمه، لا مش فهمه، ده انا ما اعرفوش، ده انا بستصعبه. عشان لا تدور وتفحص وتتعلم وتبقى متعلم من ربنا، ومالكش عذر دلوقتي لان الكتاب في ايديك، وتخطط وتلخص وتكتب وتبقى حاجة لطيفة خالص. مرة كان في دكتور في واحدة رسائل، وبعدين جالي قال لي انا الحقيقة بس في الواحدة قوي. قلت له طيب انا هديلك شغلانة وحياتك عاوزك تعملها لي عشان انا مشغول هنا خالص. قال لي يا ابونا تحت امرك اي خدمة؟ قلت له يعني خدمة بس مهمة اعمل معروف احسن، انا هنا هوت انت عارف مشغول كتير في الشغل ومش عارف اعمل الحكاية دي وانا نفسي اعمل. قال لي اوي اوي ابونا. قلت له ده انا مش هنساها لك ابدا. قال لي ابدا ابدا، قول بس يا ابونا. قلت له حياتك تاخد الكتاب المقدس ده العهد القديم ده تهوله والجديد يطلق خصهول. قلت له بتفر التكوين وديته الكشاكيل، قلت له اجيب لك اعلان كمان. قال لي لا في اعلان كتير انا صار. وديته الكشاكيل كل ما يجي اقول له عملت ايه، يقول لي لخصت المرة دي ما عذرتش غير الخمس اصفار بتاع موسى. اقول له كتر خيرك ان شاء الله تساعدني اكتر وتلخص لي الباقي. وبعدين بعد يجي المرة اللي بعديها بعد شهر يقول لي لخصت كمان ايه خمس ستة اصفار. اقول له كويس كتر خيرك، انا دلوقتي بقى عندي ملخص للكتاب المقدس. لغيت لما في ظرف سنة كده هوت او سنة ونص كان لخص الانجيل كله. قلت له اتفضل خد الهدية اللطيفة ديت، دي جهدك وعرقك اللي لخصت فيه الكتاب المقدس. كلفك كتير؟ هل ابدا، ده حاجة بسيطة، ده انا خدت بركة كبيرة جدا. الحقيقة احبائي احنا ممكن كلنا نعمل عمل كبير، انا ليس كتير، انا ليس كتير، انا مش عاوز اطول عليك، لكن احنا ممكن نكون علماء في الانجيل. ليه هي الكنيسة بتاعتنا لما تديلك انجيل يعني تتحط في جيبك كده تخزنه، ولا لما تتخرج ان شاء الله تبقى تدرس في الانجيل؟ لا ابدا، كشكولك كده زي ما تدرس انت وتلخص وكتابك المقدس وتعمل مقارنات وتقرا وتلخص وتكتب شغل يبقى مظبوط كده هوت، بحيث ان انت فعلا تبتدي تضيق فيه انجيل المسيح. مبقاش مكتوب، القديسين باختصار وصلوا لنا انجيل معلن منور للعالم، احنا بنكتبه. هقرا لك ايه في كل شيء نظهر انفسنا كخدام لله في صبر كثير، في ذبائح، في ضرورات، في ضيقات، في اضطرابات، في سكون، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في اسعاف، في اسهار، في اسوام، في طهاره، في علم، في طول اناس، في لطف، في الروح القدس، في محبه. فاكر لما اتكلمنا، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت كتير عن المحبه، وفاكر في موضوع كان اسمه شهداء الايه محبة، وقلنا الايام دي مش محتاجة لشهداء بقطع رقبتهم بالدم، بالعكس النهاردة محتاجة لشهادة للايه شهداء محبة. يا ريت نلاقيهم دولك، يحبوا الناس ويحبوا اللي من بينهم واللي مش من بينهم،
ويحب كل الناس اللي في الكنيسة شهداء للمحبة. واخد بالك في محبة بلا رياء، في كلمة الحق في قوة الروح بسلاح البر لليمين واليسار، تبقى في مجد بمجد وهوان، بسيط رجل بسيط حق، كمضلين هيقولون انتم مضلين عشان انتم بتتكلموا او ماشيين ورا المسيح، انتم بتضلوا العالم، كمضلين ونحن صادقون. صادقون قدام مين؟ قالوا قدام المسيح بس، كمكونين مع شخصيات كبيرة، ونحن معروفون كنائسين، ايه يعني ناس غلابة ميتة، ونحن وها نحن ونحيا، كمؤدبين. ويقول شوف ربنا مش راضي عنهم بيأدبهم، ونحن غير مقتولين، كحزانة، كحزانة طبعا لازم نعيش حزانة، لازم نحزن على خطيتنا، ونحزن على اخواتنا البعاد عن المسيح، ونحزن على الضعف اللي بيجي في حياتنا الروحية، كحزانة ونحن دائما فرحون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك، كفقراء ونحن نغني كثيرين. طبعا شكلنا مش شكلنا اغنياء، اصل اغنياء مش هيجوا الكنيسه طبعا، لكن كفقراء ونحن نغني كثيرين. لان لو واحد غني يجيله مصيبه ولا تجربه ولا بتاع يقول لك طب شوفوا لي حد يعالجيني، ويقوم يجيب واحد فقير من الكنيسه زي حالاتك كده او زي حالاتي، يقول له روح يا فلان افتح له الانجيل وقول له كلمتين يعزوه. كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك ايه كل شيء. طب وايه هو كل شيء؟ كل شيء انا المسيح، وانا لما نملك المسيح ما يبقى انا اغنى مخلوق في الايه في العالم. بركة الانبا بولا الانجيل المذاع للعالم على رأي بولس الرسول في رسالة للسلميكي، برضو ده لفظ جميل جدا ممكن نبقى نفتكره، او انت تبقى تقراه في اظن في التلميذ الاولى الاصحاح الاول. مظبوط، يقول الانجيل المذاع، دي محطة الاذاعة دي، ممكن تحط عنوان للاصحاح الاول في التلميذ اسمه محطة اذاعة الانجيل، محطة اسمها كده حتى زيان. يقول ان انجيلنا لم يسر لكم بالكلام فقط بل بالقوة وبالروح القدس وبيقين شديد. واخد بالك؟ في ضيق كثير ولكن بفرح الروح القدس، لانه من قبلكم قد اذيعت كلمة الرب ليس في مكدونية اخائية فقط بل في كل العالم ايضا قد ذاع ايمانكم. ودي محطة الاذاعة بتاعت سلميكي، بيقول لهم من عندكم قد اذيعت كلمة الرب، مثل يقولوا كده مثلا القداس ده بيتذاع من الكاتدرائية، بيقول من عندكم قد اذيعت من قبلكم قد اذيعت كلمة الرب ليس في مقدونية واخائية فقط بل في كل مكان ايضا قد ذاع ايمانكم. ربنا ينفعنا ببركة الانبا بولا الانجيل المعاش اللي منه ذاع الصبر والطهارة والمحبة اللي بلا رياء والاحتمال والسهر والصوم، واصبح انجيل معاش في وسطينا، بناخد بركته وتفضل سيرته منورانا الطريق قدامنا لالهنا المجد الدائم ابدا.